معنا اتصال. سعد حياك الله. يا مرحبا. أنا سعد القحطاني، بتبرع لخالتي أدعي لها بالشفاء. صوت مو واضح. يا مرحبا يا سعد القحطاني. تبرع 300. الله يعطيك العافية. الله يا سعد. هلا. الله يعطيك العافية. الله يجزاك خير. 300 وصلت. سعد الله يعطيك العافية. يوفقك ان شاء الله. ما شاء الله هذا الدندلدل على حسن تربية والدك. الله يعطيك العافية. ما ادري تبي تكذب. طيب طبعا الباركود يا شباب واضح لكم، هذا الباركود على الشاشة، على الشاشة واضح لكم امام الشاشة الحسابات الجمعية الله يعطيهم العافية. وفيه بعد عن طريق التطبيق كذلك، تطبيق الراجحي، وفيه عن طريق شنار سم التطبيق. نعم عن طريق تطبيق الراجحي، عن طريق المتجر مباشر الراجحي او اي، وعن طريق المتجر الالكتروني يكتب وقف اليتيم في جمعية الجديدة في مكة المكرمة، والله يتقبل منا ومنكم. اللهم امين. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشكرك اخوي ابراهيم بن عواد، وبيض الله وجهك لانت والاخي شنار، بيض الله وجهكم جميعا على ما سويتوه وفعلتوه، هذا لكم عند رب العالمين. والله نحن نحسدكم يا اخوياكم على الاجر اللي جايكم، لكن الخير لنا كلنا، وبيض الله وجيهكم. وامسي واصبح على اخي الكبير ناصر الغامدي، وبيض الله وجهه يوم جعل لك يا عبد الله الراجح مدير لنا. والله والذي نفسي بيده، خلني اقول لكم، والله والذي نفسي بيده انه جعل رجل ابينا كلنا، ولا هو بخينا، اب للجميع، يساعدنا. والله العظيم يا دمعتك ما هي بالخيصة عندنا، والله انها احزنتنا وانها حركت امورا في خطرنا. وبيض الله وجهك على برك في والدتك، واسال الله في هذا اليوم ان الله يرحمها ويتغمد روحها الجنه. وبيض الله وجه كل من ساهم وشارك ودعم في هذا الوقف، والله يكتب اجره ويجمل حاله. والخير لنا كلنا، والايتام يحتاجوننا، ما احنا اللي نحتاجهم، مو هم اللي يحتاجوننا. بيض الله وجهكم يا اخويا، كل اللي بيكم والله يجمل حالكم ان شاء الله، يعطيكم العافيه وسلامتكم. الله يبارك. طبعا هذه حوالات الان ما شاء الله تبارك الله جتنا، تفضل. من مبارك الرشيدي 100 ريال، رغد العتيق 50 ريال، شيماء 100 ريال، عبد الرحمن القحطاني 200 ريال، محمد السالم 50 ريال، الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم. معنا اتصال ايمان، يا مرحبا. السلام عليكم. حياك الله. الله يحييك. إيمان اليوم عندنا مبادرة وقف اليتيم، وش حابة تقدمين وش حابة تكلمين وش في الخاطر؟ أقول للرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كافلين بالجنة، وش تبي غير أنك تيجي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ وبس والله. منيب الصوت بس مو واضح، شوفي يا منيب الصوت. تفضل يا أختي نسمعك، عيدي ايش جبتي؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كعتين بالجنة، وبشر اللي يتبرع ويكفل اليتيم بالجنة، والصدقات تستغرق الله سبحانه وتعالى. الله يبيض وجهك. أسأل الله أن يجعلكم مرافقين النبي، أنت ومن يسمع يا إيمان. والله يجزاك خير، يطول عمرك، وشكرا لك على هذه الكلمات الطيبة اللي ما تستغرب منكم. شكرا يا أختي. تفضل سعود. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبيض الله وجيهكم على الحملة الطيبة غير مستغربة منكم ولا من الشباب، وأشكركم على حسن الإنصات، وأشكر قرب دعمكم. وأنا باسمي وراح أتبرع إن شاء الله بنية خالتي الله يرحمها، منيرة السبيعي، إن شاء الله يرحمها ويرحم موتانا وموتى المسلمين. آمين يا حبيبي. وبس والله. الله يبيض. بيض الله وجهك. طبعا أبو طلال. تفضل. الوردة اللي مع الشباب فيه رسائل مختلفة. شباب في رسائل مختلفة مكتوبة في الوردة، من يبي يقرأ منها؟ بس عشان محمد مسفر. محمد مسفر عشان تجي عليه. تفضل. الرسالة اللي موجودة في الوردة معك. نمنح الأمل والفرصة لأولئك الذين يحتاجون دعمنا. أبو فهيد. لدموع اليتيم هجرة ورهبة قادرة على هز الأرض التي تسقط عليها فلا تدعها تسقط. انضم إلى سلسلة الخير فلنبشر الأمل ونساعد الناس. فيصل. داووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدواء. سيف.
الصدقة دواء وسبب الشفاء من الأمراض والأوجاع وال... مبارك والإقصاء. سلطان، أرخي يدك بالصدقة ترخى حبال المصائب من عنقك، من على عنقك، واعلم أن حاجتك إلى أجر الصدقة أشد من حاجتك من حاجة من تتصدق عليه. سعود، كل تبرع يخلق ابتسامة، كن جزء من هذه الابتسامات. نايف، نايف، قد تكون بداية لتغيير حياة شخص ما. فايز، صدقة واحدة من أهم الأعمال التي يمكن أن تؤثر إيجابيا على الناس وأمورهم الحياتية، حيث تساهم في دفع البلاء وتخفيف المحن. سالم، وإن تصدقوا خير لكم، الصدقة تفتح رزقا كان مغلقا، وتشفي مريضا كان يائسا، وتزيح هما كان متمكنا. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. سيف، صوتك مو واضح. والله ودي كذا كويس. احكي احكي كويس. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، يوم تدنى الشمس من الخلق حتى يفصل بينهم. أبو عابد، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما سيظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. با توتي، شارك بالخير وكن سببا في تحقيق التغير الإيجابي معا. فيصل، لا تقلل من أثر صغير، كل تبرع يعني الكثير لمن يحتاجون. الصدقة الجارية هي خير ما يهدى للميت، وأنفع تكون له، ومن تصدق لميت سخر الله من يتصدق له بعد مماته. الله يجزاك خير. شباب، سلام. كفى من فهد القحطاني. يا مرحبا يا فهد. يا فهد، الله يبقيك. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله وبقاك. ايش حالكم اليوم؟ الله يطول عمرك يا فهد. اليوم عندنا مبادرة، عندنا وقف، مبادرة وقف اليتيم، وش حاب تقدم ولا وش اللي في الخاطر؟ أقول تبرع والله يجزاكم خير. إيه، وطالب زين شنابه بذا 100 نقطة. الصوت كان الصوت مو واضح. أقول بذا 100 نقطة يا شنو. شم؟ الصوت يا. أقول تسمعني. أسمعك الحين، أسمعك. أبي 300 نقطة يا شنو. الله يجزاك خير. التبرع 300 ريال. 300 نقطة نقطة. الله يطول عمرك. هذه عند ابو طلال، وابو طلال مو مقصر. الله يرحم والديك يا فهد، يطول عمرك. وحيد، وحيد الشيء الوحيد ما فيها نقاط وما فيها شيء كفاءه اليتيم. الشباب مسوينها لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم، انه بيسوي حمله هذه ما فيها نقاط وفيها دعم اي متسابق. نعم، اللي حاب يقدم لوجه الله يقدم، اللي مو حاب يقدم براحته. هذه حمله وجه الله، إن ما نبي فيها لا وجه الله. طيب أبو طلال، عندنا إيصالات تسمعنا نقراها. تفضل. 100 ريال من فايز العنزي. نوره المري 100. نوره المري 200 ريال. خليفة بن عبد الله الجحيشي الشمري 150 ريال. بنية شفاء، أسأل الله الشفاء لها العاجل. طيب، الباركود ظاهر على الشاشة الآن، وأرقام الحسابات لمن أراد التبرع عن طريق المتجر الإلكتروني أو عن طريق حساب الراجحي. باهم عندك شيء؟ ورقم الحساب. طيب، كنترول رقم الفيديو 2 بعد إذنك. فيديو ثاني ها؟ إيه نعم، محمد أباظة. شكرا. طيب، يا فايز، أحس إن عندك كلام، ما أدري، وش الخاطر؟ والله يا ابو اليتيم وش تقول؟ والله يا ابو ابراهيم، ما عندي الا اقول بيض الله وجهكم على هذا الشرف اللي حملتوه على كتوفكم. هذا والله انه يعتبر شرف، يشهد علي الله. الله يطول عمرك يا ابو مانع، الله يطول عمرك. المقطع جاهز ترى يا ابو عواد، عطناه. عطوني شوف المقطع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكاف اليتيم كهاتين بالجنة. وأشار بالإصبع السبابة والوسطى، ليس بينهم فرق وليس في مسافة بعيدة عن دخول الجنة إلا بكفالة يتيم.
بعد توفيق الله عز وجل سبحانه جل جلاله، كم لكم الأجر عندما تتولى أمور يتيم تنفقه وتصرف عليه وتكفي شر المسألة والحاجة إلى الناس بعد الله عز وجل، كم لكم الخير والأجر، مسحة على رأس يتيم، كم لك حسنة في كل شعرة من رأسه حسنة، كم لكم الخير العظيم في الدنيا والآخرة والتعويض من الله سبحانه جل جلاله، لأن اليتيم محتاج إلى رحمة الله سبحانه ومحتاج بعد توفيق الله للمحسنين أهل الجود والكرم والعطاء. اليتيم ليس بحاجة لأحد، لكن الذين ينفقون على اليتيم هم محتاجين اليتيم، لأن الله عز وجل سبحانه جل جلاله أوصانا على هذه الأمور وحث علينا حتى تنفعنا يوم القيامة، تنفعنا على القبر، تنفعنا على الصراط، تنفعنا يوم الحشر. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا بحجم السماء. طبعا هذا صوت والدي. تحية تحية أبو إبراهيم، الله يحفظه لك ويخليه لك. اللهم آمين. نقطة جاهز وعود. يا حبيبي وجاه جاب وجاه. طيب عندنا تبرعات اللي هي عبد الله يحيى 200 ريال، العنود العصيمي 600 ريال، ناصر الغرفي 100 ريال، خالد الهلالي 100 ريال، أميرة الغامدي 100 ريال، أيضا آمن العطوي 50 ريال، عبد الرحمن الشهري 350 ريال، رفعة الطحلاب 300 ريال، أبو صالح 1000 ريال، أسأل الله أن يجعل لهم حجابا من النار. آمين. الله يجزاك خير. طبعا نرجع لكم ونحن بعد توفيق الله عز وجل نرجع ونكرر أن الله اصطفانا من بين هذه البشر في هذا الوقف، ونحن سفراء الأيتام، ولا يتحقق حلم اليتيم إلا بفضل الله عز وجل ثم بدعمكم الذين ينفقون. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وإن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. ففضل الصدقة عظيم، وحنا ما تكلمنا في هذا اليوم ولا جروب دعم أخوكم إبراهيم ولا جروب دعم أخوي شنار خلوه في هذا التاريخ إلا لأن الرواتب يعني ساعات قليلة. فلا تبخلون على أنفسكم من الأجر، فوالله الذي لا إله غيره إن إذا أنفقت وفقك الله وحجب عنك أشياء لا تعلم فيها. لذلك ساهموا معنا في الأرقام والتواصل على الشاشة والبركود عن طريق التطبيق الراجحي وعن طريق تطبيق الجمعية الجديدة في مكة المكرمة وقف اليتيم. طبعا في رسالة ورفضوا أني أطلع عليها ولا كسور بإخواني، فبيقراها عليكم أخوي ريان أبو حثرة. رسالتنا لك: للنجاح أناس يقدرون معناه، وللإبداع أناس يحصدونه، لذا نقدر جهودك المضيئة، فأنت أهل للشكر والتقدير، فوجب علينا تقديرك، فلك منا كل الثناء والتقدير. تتسم الكلمات بالفقر عندما نحاول وصف مدى امتناننا لكم جميعا. شكرا جزيلا لكم على الجهود الرائعة التي تبذلونها، جزاكم الله خير الجزاء. اعتبروا هذه الكلمة بمثابة كلمة شكر لكل من ساهم في دعم هذه المبادرة ولو بشق تمرة. كنا معكم نحن صقور إبراهيم العواد أو إبراهيم عواد. عليكم جود. الله يبيض وجهك. وجهك أبيض. الله يبيض وجهكم. ها عبد الله تكلم. أولا نشكركم على هالمبادرة الغير مستغربة، ونشكر فريق دعم أبو عواد وفريق دعم شنار أيضا، وكثير الشكر. والحقيقة والله يكتب أجركم، وإن شاء الله بإذن الله أن الوقف مكتمل وبإذن الله قبل وقته. وشكرا. الله يبيض وجهك. عندنا مقطع من جروب الدعم، يا ليت إذا جاهز يا